الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يعلن عبر منصته إكس نجاح الشريحة الدماغية التي زرعت في دماغ شخص مصاب بشلل رباعي، بعدما كانت قد أعلنت شركته نيورالينك المسؤولة عن الشريحة عن خلل يتمثل بانقطاع بعض خيوطها المتصلة بأنسجة دماغ المريض. في المقابل فإن المريض نولاند أرباو البالغ من العمر 26 عاماً والذي زرعت الشريحة بدماغه اكتفى بإعادة مشاركة بيان الشركة عبر حسابه على منصة إكس دون أي تعليق مرفق، فيما كانت الشركة قد أعلنت سابقاً أنها واجهت مشكلة في عملية الزرع لدى أول مريض بشري، ما أدى إلى انخفاض كمية البيانات التي يمكنها التقاطها من دماغه من دون التأثير على حياة المريض. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان. We'll be right back.